علقت في فرنسا من خلال مراتي لان مراتي بنت فرنسا تزادت وكبرت تما وتتزوجنا عاد جات سكنت معايا في المغرب عائلتها كلها تما دارهم كلهم تما دونك مره مره كتمشي تزور دارهم دونك كنمشيو نشوفوا عائلتها هذه هي علاقتي ب وليت اب المره الثانيه زاد عندي وليد اللي سميناه اصيل وسلمى الصراحه وجدناها ما خليناهاش انها تغير وجدناها قبل بانه راه غادي يولي بالعكس فرحانه لانه مثلا كنا كنمشيو شي بلاصه وما كيبغيوش الدراري يلعبوا معاها وداك الشيء كيبقى فيها الحال سكيفي ديما كنت كنقول لها غادي يولي عندك خوك ولا اختك وهذا غتولي تلعبي معاهم دونك هي فرحانه بان عندها حتى هي خوها غيولي يلعب معاها وهذا دونك بالعكس هاد الساعه ما كايناش الغيره مي من هنا لقدام اون سي جامي ما عرفناش شنو غادي يكون ما كنفهمش هاد الناس اللي ما كيبغيوش يتحركوا لانه الرياضه اللي واحد الحاجه مهمه بحال الاكسجين الرياضه كتخلي الواحد يرتاح كتخلي الواحد يركز في حياته بزاف د الحوايج الناس خصهم يتحركوا لانه اكيد انه حياتك غتبدل غتولي دير الفرق ما بين حياتك قبل الرياضه ومن بعد الرياضه دونك كنشجع كل شيء وهذا الشيء اللي كندير ديما من خلال لي ستوري اللي كندير من خلال لي بوبليكاسيون من خلال البرامج اللي قدمت كذلك في الرياضه كنحاول نشجع الناس يديروا الرياضه وخاصه بانه سبحان الله الرياضه ما محتاجاش شي حاجه فلوس ولا شي حاجه بالعكس اي واحد يقدر يتريني كل واحد بجهده وكل واحد بطريقته دونك تحركوا لا فيغيتي ما عنديش ايكيب انا تلبس راسي ولكن كنتشاور مع مراتي مع امال كتنصحني مره مره كتهيا كتعرف بانه ديما كيخصنا شي حد اللي يشوفك من برا فبالتالي هي مره مره كتوريني شي حوايج ولكن نو ما عنديش ايكيب انا كنلبس راسي